يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أهجر أبناء عمومتي الذين يدعون إلى الخروج مع جماعة التبليغ علما بأنهم من هذه الجماعة؟ انصحهم وبين لهم أن هذا أمر لا يليق ولا يجوز، واللي يريد الخير الخير موجود بدون جماعة التبليغ، موجود في المساجد، موجود في حلق الدروس، في مجالسة العلماء، موجود الخير موجود بدون. اللي بيدعو إلى الله وعنده استعداد يدعو إلى الله، ما يمنع، متاحة له الفرصة بدون أنه يرتبط مع جماعة أو مع منهج أو مع، الباب مفتوح اللي عندهم استعداد وعندهم قوة وعندهم رغبة في الدعوة إلى الله عز وجل بدون ارتباط بتنظيم أو بجماعات لا يدرى عن مصدرها ولا يدرى عن عقائدها ولا يدرى عن مجهولة، بل ظهر منها أشياء كما هو معلوم، وصاحبهم ناس وتراجعوا عنهم وبينوا ما عندهم، فكيف نبقى معهم الآن وقد ظهر أمرهم واللي صحبوهم تخلوا عنهم وذكروا ما عندهم من المنتقدات؟ الواجب عليك أنك تنصح هؤلاء، فإذا لم يمتثلوا اتركوا، لا تذهب إليهم حتى يتركوا هذا الشيء.